معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع هاتفيا من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. إذن الجمعة 9 منذ بدء التظاهرات في الجزائر، ما مطالب المتظاهرين في فعالية اليوم؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. حياتي. حقيقة نحن الآن في الجمعة 9 لهذا الحراك السلمي الذي ما زالت مطالبه لم تتحقق. ما تحصل لحد الآن هذا الحراك على ذهاب بوتفليقة وذهاب استقالة رئيس المجلس الدستوري، والثابت أن رموز النظام ما زالت، والثابت أيضا أن يراد للحركة أو للمرحلة الانتقالية أن تدار من طرف هؤلاء من رموز نظام بوتفليقة. يعني يرى المتظاهرون الآن أن مطالبهم لم تحقق حتى الآن؟ المطالب واضحة، يعني هي المطالب ماذا؟ المطلب الأساسي هو التغيير، الذهاب إلى تأسيس جمهورية، الجمهورية أخرى وتغيير النظام جملة وتفصيلة. الآن أنا قلت المتغير الوحيد في منذ 22 فبراير إلى يومنا هذا، إلى في هذه الجمعة 9، هو ذهاب بوتفليقة فقط. نظام بوتفليقة ما زالت آليات تسيير المرحلة الانتقالية بدستور بوتفليقة الذي تم خياطته على ذلك النظام. الآن نحن يراد لهذا الحراك أن يقبل بهذه المادة 102 التي تفرض بن صالح كرئيس دولة، والذي هو مرفوض جملة وتفصيلة، يعني كما قلت. كذلك أن الحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات، للأسف هذه الحكومة حكومة التصوير، حكومة التي ساهمت نور الدين بدوي الذي كان وزيرا للداخلية في زور انتخابات 2017، زور استمارات بوتفليقة للذهاب إلى عهدة خامسة. كل هؤلاء وثم تلك الحكومة التي جاء بها بدوي كذلك حكومة استفزت الشعب الجزائري صورة واضحة، كل هذا وما زال يعني لحد هذه الساعة ما زال لم تظهر أن الجماعة يريدون أن يذهبوا إلى ندوة. هذا ولكن هناك دعوة الرئاسة الجزائرية دعت قادة الحراك وسياسيين إلى اجتماع يبحث الأزمة والانتخابات المقبلة. رئاسة غير شرعية يا أستاذ، هذه الرئاسة غير شرعية، وهم رموز العصابة الذي سماهم الكيت صالح بالعصابة. هذا بن صالح من عينه، عينته هذه العصابة. الآن أي رئاسة تتكلم؟ الآن الشعب هو من يتكلم، يقول أنه لا يراد لهذه الانتخابات العبثية التي المزمع إجراؤها في ربع جويليا. هذه الندوة حول ماذا ستدار؟ هذه الندوة ستدار على انتخابات نتائجها محسومة سلفا، وبالتالي فإن هذا كله لعب وضحك وذر رماد في العيون وطريقة أخرى للالتفاف على الحراك الشعبي. الشعب اليوم مصمم على أنه لن يقبل ولن يسمح بهذا سياسة البريكولاج وبسياسة المكياج. نحن نعتبر أن الذهاب إلى انتخابات ربع جويلية هي مسخرة وهي عبث آخر. إذا الحراك الشعبي يرفض هذه الانتخابات، يرفض هذه المرحلة الانتقالية والشخصيات التي تدير هذه المرحلة. الأحزاب الفاعلة، الأحزاب المعارضة الفاعلة رفضت المشاركة في هذه العملية العبثية. إذا من سيشارك؟ سيكون في خانة المرفوضين شعبيا. هؤلاء الذين سيتوجهون إلى بن صالح يوم الاثنين، هؤلاء طعنوا في ظهر هذا الشعب الذي يريد أن يحرر الجميع، هذا الشعب الذي حرر الجميع. هؤلاء الذين سيذهبون يوم الاثنين إلى ندوة العبث هذه، فسيكتبون في القائمة السوداء وضحت الصورة. دكتور إسماعيل خلف الله من باريس الباحث في القانون الدولي، شكرا لك.